أما الآن فمع الكلمة المنتظرة، كلمة الحفل الهادفة مع سماحة الشيخ هاني البنا، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم ولياليكم ومتباركين بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرى ولادة إمامنا الصادق عليه السلام. الأخ المنسق أعطاني 25 دقيقة، لكن يستحب أن نصلي بصلاة أضعف من خلفنا، تقبلون 25؟ لو ننقص؟ لا لا، على بركة الله. الآن 12 دقيقة، 25 دقيقة، وأوقف الحديث وإن لم ينتهي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على المصطفى وآله الشرفاء. حديثي في نقطتين. النقطة الأولى في أهمية الاطلاع على سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، والنقطة الثانية في صفة مجلسه مع أصحابه. أبدأ بالنقطة الأولى، فليسأل كل واحد منا: هل قرأ يوما كتابا حول رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا؟ هل يتوفر على كتاب في منزله؟ نحن نقرأ قصة يوسف فتجذبنا، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن لم نعاشره ولم نعش معه، فكيف يصبح أسوة بلا اطلاع؟ إذن هناك أهمية للاطلاع. واحد يقول: أنا الحمد لله قرأت الكتاب. قرأته مرة؟ نعم مرة. كم مرة يقرأ الكتاب؟ الكتاب الذي يعطي فكرة تقرأه مرة وتأخذ الفكرة منه، أما الذي يعطي عبرة وذكرى ويأخذك إلى أن تتذكر ما ينبغي أن تقوم به، فيقرأ مرة بعد أخرى حتى نعيش حياة النبي في سلوكنا صلى الله عليه وآله. نبدأ بأهمية هذه النقطة، نقطة الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وآله. ليس فقط أن تقرأ. واحد يقول: أنا ما عندي فرصة أقرأ. اليوم أقيمت علينا الحجة، الله سخر لنا 3 أمور. الأمر الأول اليوتيوب، في محاضرات لمشايخ يتكلموا عن سيرة النبي الخاتم وأخلاقه وصفاته. الأمر الثاني توفر هذا في تلفوني، موجود في كل تلفون يوتيوب. الأمر الثالث شوارع مزدحمة، روحتك الشغل جيتك الشغل لك محاضرة، تستفيد في هذا الوقت الذي يضيع. إذا لم يستثمر الإنسان يفقد أعصابه. ما هي أهمية قراءة سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله أو الاطلاع عليها؟ سأذكر باختصار شديد بعض الفوائد. الفائدة الأولى: يقوي الإيمان. اليوم يجي واحد يقول: هذا القرآن النبي جايبنا من عنده، لأن ما قرأ سيرة المصطفى ولا قرأ المحطات والمراحل. حينما يقرأ السيرة ويجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله في غار مطارد، غار حراء، ويا واحد خايف، والخايف يظهر صوتا، وصوته قد يؤدي إلى أن يكتشف الأعداء الذين يريدون القتل، مو جاي يتفاوضون، القتل.
وهو يتكلم بلغة المطمئن وأن السكينة أنزلها الله. هذا لو إنسان كاذب كان هنا يقول اسكت تورطنا أنت بتقتلنا أنت. لكن كلمة الواثق، فمن يقرأ سيرة النبي ويطلع على معجزة بعد معجزة وأن المعاجز تتدخل في محطات حاسمة يجد حينئذ أنه يقينه يزداد. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن، يقول للنبي قل 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 لأصحابك للناس هؤلاء اللي ما آمنوا قل لهم الحقيقة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، هذا القرآن، ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا. أنا عشت وياكم 40 سنة بدون قرآن، منطقي تعرفونه، كلامي غير، والآن 23 سنة أكبر وهذا طريقة القرآن وأسلوب القرآن، غير طريقتي في 40 سنة، وغير طريقتي إذا أسولف وياكم، وغير أكبر كل ما أكبر طريقة القرآن ما تتغير. هذا مو من عندي، لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه. فمن يطلع على السيرة يقوى إيمانه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يحصل على القدوة الحسنة. الإنسان ينزع إلى الاقتداء، ينزع، شلون ينزع؟ حتى شبابنا يعيشون الفكرة، ساعات واحد يطف عليك بحلاقة ضحك فتقول كيف يسوي شعره كذا، يقول أنت ما تدري هذا يقلد على اللاعب الفلاني، صدقي مو غيبله، لا هو يستانس، شلون يستانس؟ هذا في الملعب حتى الفانيلة، فانيلة نادي اللي يحبه، حتى رقم اللي في ظهره نفس اللاعب اللي يحبه، وإذا سموه في الملعب شوت يا فلان جابوا اسم ذاك اللاعب يطير فرحا. ليش؟ لأنه هو الآن شعر أن الكمال في الكرة، في الاحتراف الرياضي. وهذا الفنان مهندس ضربات الجزاء وغيرها، فيعتقد أنه يصير كامل إذا اقتدى به. يوم الأيام السيد الإمام غضب لأنه سوى مقابلات، واحدة منه قدوتش جابت اسم ممثلة، الممثلة كانت تأدي دور إنساني بفلوس، ممثلة، بس هذه البنت الإيرانية تأثرت بالمسلسل قالت قدوتي فلانة، فالإمام غضب قال يعني في تقصير في إبراز شخصيات الإسلام، وين الزهراء، وين زينب، وين في تقصير، إعلامنا في تقصير. فإحنا ننزع إلى أن نقتدي بالشخصية اللي نراها كاملة. أنا خطيب لو عندي يعني اعتقاد بأن هذا الخطيب الفلاني متميز، لا شعوريا نقلده بلا شعور. فإذا القدوة نحتاجها، إذا أنا ما أعرف النبي ولا سيرة النبي شلون يصير لي أسوة؟ فإذا الثمرة الثانية من الاطلاع على سيرته أن يكون أسوة وقدوة. الثمرة الثالثة يساعدني على فهم القرآن والآيات، آيات واجد تتكلم عن حركة النبي وغزواته وعلاقاته، اللي عنده اطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وآله يعيش التصور الكامل لكل آيات الغزوات وغيرها. هذا الثمرة الثالثة، يكون بصورة سريعة مدام السيد وصل، يكون إيه. الثمرة الرابعة نستفيد نماذج تربوية، يعني تقعدون تحت المنبر والخطباء يجيبون نماذج كمثال مثالين حتى كل فكرة تدخل بالمثال. جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله قال لي يا رسول الله إني قد وهبت ولدي فلان عطية، فقالت زوجتي فلانة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنت حم بتعطي الولد خلي النبي شاهد. فالنبي صلى الله عليه وآله سأل أنت عطيت كل الأولاد وبس هذا؟ قال لا بس هذا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا أشهد على جور. احنا في التربية لا أحب ولد كل شيء بيتفضل والثاني لا، في السيرة يعلمنا شلون يتعامل. مثال ثاني، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا،
ضجوا الصحابة شوي ويدقونه، فالنبي سكتهم قال تعال. خاطب فطرته ونقاء الفطرة، قال أتحبه لأمك؟ لا يا رسول الله. قال الناس ما تحب لأمهاتهم، خالتك دع عدد الأرحام، فطرته طاهرة. في يوم قال لي أنت حين يعني معنى الكلام، أنت إذا بتروح إلى المعصية مع من؟ مع يا أم واحد أو أخت واحد خالة واحد، إذا ما ترضى لنفسك شو ترضى للآخرين؟ فدعا له النبي فقام. وأكره شيء عنده الزنا. البارحة واحد متصل عند الدنيا قائمة على ولد اكتشف طالع صورة مين ما تحل، عالج المسألة بطريقة منفرة عن الدين وعن كل شيء، طريقتنا غلط. هذا النبي جلي يقول لي إذن لي مو في نظرة محرمة، في الزنا، عالجها بطريقة صح. فإذا نقرأ السيرة أيضا نكتسب دروسا في التربية. انجي إلى الأمر الخامس، نتعرف على عظمة النبي وجمال خلقه وبعد وشدة تحمل البلاء حتى يوصل الدين لنا. أنت إذا واحد تدرك جماله لا شعوريا تحبه، تدرك كماله لا شعوريا تحبه، تدرك أنه قدم لأجلك. دريت فلان وسوى اليوم قاتل من أجلك، هالمعاملة ما تمشي، راح كلم هذا وسوى هذا، كل ما يقول لك أنت يزداد مكانه في قلبك. إذا نقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله ونتعرف على الأذى الذي قال عنه كما في الرواية ما أوذي نبي كما أوذيت، حينئذ يتعلق قلبنا به، وإذا حبينا حبينا سلوكه، حبينا نقتدي به صلى الله عليه وآله. فزيادة الحب بالاطلاع على جماله وكماله وشدة تحمله في إيصال الدعوة لنا، هذا الأمر الخامس. الأمر السادس غذاء روحي. إذا تتعلم شلون عبادة النبي، شلون مقامات الروحية، تستفيد دروس في الغذاء الروحي. لا أطيل في النقطة. الأمر السابع يشحذ الهمم. إذا تشوف قلة مع النبي وحولهم الألوف المؤلفة تريد أن تفتك بهم والجوع يحوط بهم، ومع ذلك كانوا صابرين ثابتين ومضحين ومؤثرين، يخليك أنت في صراع الحق والباطل تعيش صبرا وثباتا وصمودا. إذا من خلال الاطلاع على سيرته وسيرة أصحابه تتولد عندنا حالة من الثبات والصمود والصبر، هذه ثمرة أيضا سابعة. الثمرة الثامنة نتعرف على المهارات في التعامل مع الناس. ترى النبي يؤذونه، يجي واحد يقول هو مسلم ويجر النبي من ثيابه يقول اعدل يا محمد صلى الله عليه وآله اعدل، شو نتعامل؟ تعامله مع الصنوف اللي يحبه واللي ما يحبه شو كان يتعامل؟ هو أهل بيته مدرسة، القرآن عطانا درس ما نصدقه. وش الدرس؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، هذا كلام طبيب لو كلام الله؟ الطبيب يقول التجارب عندنا تقول إذا تسوي كذي تحصل نتائج إيجابية، إنزين دائما يقول لا، يعني دراسات هذه. أما الله اللي خلق يقول أنا خالق يا الإنسان وأقول لك أنت تقدر تحول العدو صديق، يا رب علمني، ادفع بالتي أحسن. والله جربت ما نجحت، أنت مستعجل، جربت مرة، الخلاف اللي بينك وبينه طويل الأمد فمحتاج شوي أكثر من مرة تقابل إساءة بالإحسان حتى تلين قلب الآخر. فإذا من ضمن دروس السيرة أن نتعرف على طريقة التعامل مع الجميع عدوا كان أو غير عدو، كيف ننجح في أن إما أن نحول العدو صديقا أو نؤطر من اندفاعته في الهجوم علينا. بعد الثمرة التاسعة الشعور بالاعتزاز، فإن من عرف تاريخ المسلمين وكيف أن النبي من قلة استطاع أن يبسط يد سلطان الحق على كل المناطق القريبة، وصار يحسب للإسلام حسابه لما تمسك القلة بالارتباط بالله،
أخافوا كل من حولهم. إحنا اليوم كثرة لكن ما لنا هيبة. اليوم اللغة هكذا، أن الشيعي أخطر من الصهيوني، ويجيك بعد ممكن سني شيعي متطرف ويقول السني أخطر من الصهيوني، والصهيوني يروج لها الفكرة في داخل البيت الشيعي وداخل البيت السني حتى نتقاتل ونصير أمة ذليلة. أمة ذليلة بمعنى الكلمة. عندنا مقومات أن نكون أعزاء. نرجع لسيرة النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله، نستطيع حينئذ أن نتحول من موقع المذل إلى موقع الاعتزاز. وقد جرب ذلك قلة من أمتنا في زمننا فعاشوا الذلة وأذلوا أعداء الله الصهاينة. الأمر الأخير أن نتعرف على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا موضوع مهم. أخونا حجي رضا أشار إلى دور الأخلاق بالذات في زماننا، ما أحوج الناس إلى الأخلاق. هذه عندنا مشكلة، كلما الإنسان أخلد إلى الأرض كلما خسر خلقه، وكلما ارتبط بالسماء كلما تخلق. شلون يعني؟ يعني وش مظهر الرحمة في البشر؟ الأم صح؟ في أرحم من الأم في البشر؟ ما في. في نسيبي؟ أنا والله عندي ما في. أنا جربت الأم ما في مثلها في البشر في علاقاتنا. لكن الأم إذا صارت ممن أخلد إلى الأرض وش يصير؟ تقول لي أنا أبوي جاهل، بتقول لك يخترب جسمي، ما أبوي جهاد، أم بالرشاقة. تقول لي إنزين ارضعي الجاهل، قالت لا في حليب صناعي، أنا ما أبوي جسمي يخترب، صديقاتي كلهم رشيقات بسبب الحليب الصناعي. تقول لي إنزين قعدي يا ولدش، لا ولدش ما يشوف إيش قالت الخدامة موجودة، موعدة صديقاتي بنروح المجمع اليوم. هذه الأم، هذه الرحمة اللي في الأم، لما تخلد إلى الأرض تقل الرحمة تروح. وكم من أم مجرمة قتلت أولادها من عشيق، من طليقها أو من زوجها اللي مات، لأن قلبها متعلق بعشيق ما يريدها بأولادها، تتخلص من أولادها لأجل العشيق. هذه الدنيا إذا أخلدنا لها الرحمة تروح، الأخلاق تروح، واليوم البوصلة باتجاه الدنيا. فالأخلاق تذهب وتتلاشى. والنبي فيما يروى عنه يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن ثناء الله على نبيه ثناء خالدا، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن يأخذ سيرة المصطفى يتعرف على الأخلاق الحق الصحيحة الجميلة. وحديثي في النقطة الثانية نموذج من أخلاقه في مجلسه. الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام سأل والده أمير المؤمنين عن صفة مجلس رسول الله، فقال كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. احنا نحتاج مجالسنا إلى ذكر. شلون يعني؟ تقول له واحد انت وين تروح في الليالي؟ قال ديوانية. وين تروح انت؟ قال القهوة. وين تروح؟ قال ابسط في بيت عمي، هناك يجمعون اهلنا. قل زين تنفذ ثلاثة المجالس، وش حديثكم؟ الحمد لله ان شاء الله ما في معصية، خلها مستورة يا عمي، خلها مستورة. كيف يعني؟ يعني اغتاب، انت تغتاب اذا مو انا غيري. في بعد استهزاء، اذا ربي نضحك نستهزئ. في كلام فحش قليل، في وش بقى من المعاصي اللفظية؟ الله يقول في القرآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذكر يخلي الشيطان يخنس يروح. المجالس اللي تكون على ذكر ما يجد الشيطان فرصة ينفذ. واحد يقول وش أسوي؟ حضروا له، نحضر كأن بلقي محاضرة، حضر للمجلس. وش حضر يعني؟ أنا الليلة بلتقي الجماعة، كم بقعد؟ نقعد ساعتين. حضرت قضايا تهم من الديرة،
جيت قلت لهم يا جماعة ترى أولادنا يحتاجون نسوي لهم مشروع كذا، تعليم مثلا لغة عربية أو تجويد، وإيش رأيكم كذا، ونضح ديك الليلة نسولف وإيش شلون ننجح وشلون كذا. خلصنا من دي عندي موضوع ثاني فتحته ويخليهم يتكلمون. عقب ما خلص المجلس أقول لهم شباب الليلة ما غتبنا، ترى نقدر ما نغتاب بس نحضر وش نقل، إذا تركنا روحنا ارتجال شيطان ودينا يمين شمال يمين شمال نقع في المعصية. القرآن يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. النبي ما يقعد ما يقوم يذكر الله، فالشيطان ما يجي مجلس النبي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في المجلس لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. شلون يعني؟ قوم هذا مكان حج فلان هو اللي قاعد هني، هذا ماتم ايه هو كله قاعد هني، قوم هني يصلي فلان هذا مسجد ايه، بس انت توك اليوم جاي هو كل يوم هاي مكانه. المسجد من المشتركات اللي يسبق اليك يكون اليه، ما عندنا شيء اسمه هذا مكان حج فلان ومكان حج فلان. ليش صار مكان حج فلان؟ لانه افضل. ما عندنا في الاسلام كذي. النبي بكبره وهو افضل الكائنات يدخل ما يوطي المكان، مو يقولوا خلاص النبي يقعد كل يوم مني في ما اي مكان يحصل يقعد. شوفوا التعبير لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يقول لهم سووا كذي، وين ما انتهى بك المجلس اقعد لو عند الباب. لا هانوني قعدوني يم الباب. هذه مو تربية الإسلام. بعد انجيل مشهد آخر من أخلاقه في المجلس ويعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه من نزور حج فلان. أهلا شو أخبار جود لي واحد من الذي يعني وطيلة المجلس حي الله الغالي والله نورت البيت والبقية. يقولون لقى أحبابه نص أصحابه يقعدون يلا يلا جماعة نمشي. قال نمشي استعجلتون تعطيتنا ويجي ما أعطيتنا نصيب. هذه ما نقبلها حتى للشيوخ. إذا نجي جيب له الشيخ وجيب الشيخ ليش يعني الشيخ عنده صندوق وانتم عندكم صناديق هو بياكل انتم بتاكلون ليش الشيخ يعني؟ يقول لا احترام ما عليه بس كلهم ضيوفك. لو انا نازل ضيف عندك بروحي، لكن اذا انا مع مؤمنين اذا فضلت واحد على اخر يتحسس الناس. فيقول يقول الروايه تقول ولا يحسب احد من جلسائه ان احدا اكرم عليه منه. ما أحد أكرم مني عند النبي لأن عاملني معاملة عجبتني، عامل الجميع مو بس أنت. هذه من صفات المجلس. بعد من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف. ساعات واحد يجي تقول له كحين تطالع الساعة، ساعة كم؟ إيه ساعة كم؟ يقول يا طولنا عليك يقول يمشي ينحرج. صح ولا؟ النبي وقت ثمين أزيد من وقتي ووقت كل البشر، لكن إذا دخل عليه واحد ما يشعر أنه طول مع أنه طول. اتدخل الله، الله اتدخل في القضية وقال لهم قوموا. شوف الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. غير ناظرين يعني وين؟ مو جون قبل الوقت وقدعدون تنتظرون تأخذون وقت النبي لين استوى الغداء بيقول لكم تفضلوا. ما جيت حارس تاخذ وقت النبي زين هاي قبل الغداء وعقب الغداء. ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. قوموا مشوا ولا مستأنسين لحديث. والله حديث النبي احلى واحنا قايمين ووقت النبي. ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يستحي من الحق. فتدخل الله لأن النبي خلقه ما يشعر الضيف بأنه طول. نقدر نحاول. بعد من صفات مجلسه من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول. عندي عطيته، ما عندي كلام طيب يطيب خاطره. لأن في واحد تقول لي والله نبي منك هالمساعدة، والله ما عندي يا جماعة، وش شايفيني قارون؟ كل من عنده حاجة جاني، أنا مو ديك المرة أعطيتك له، خب أنا مو عندي بنك أنا، كل يوم جاي لي، شوف هاي اعتذاري، هذا قول حسن، إذا حطيت مسكين، وش سويت في الرجال؟ الله يقول وأما السائلة
فلا تنهر. ويقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. خل كلامك طيب، قول لي إن شاء الله إذا صعدنا ما سل خاطك لا طيب هالفترة ما عندي، وأنا حزين لك إنه ما قدر تقضي حاجتك، وعزيز علي والله لو عندي تحت تراب رجولك. كلام طيب. بعد من ضمن الأمور: قد وسع الناس منه خلقه فصار لهم أبا وكانوا عنده في الحق سواء. أب للجميع، تقول للأب تحب ولدك فلان زيد لو فلان، كلهم أولادي كلهم أولادي كلهم أحبهم. النبي كلهم اللي عنده في مجلسه أنا وأنت يا علي أبواه هم أولاده، فيحن عليهم كلهم ولطفه وخلقه بهم سواء. بعد مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة. يعني شنو حلم؟ لأن في ناس يسيئون الأدب، بعض الأعراب اللي يجوا من البادية يسيئون للنبي الأدب، حليم. حياء، الحياء سبب العفة، فلسان النبي عفيف ما يغلط. بعد صدق وأمانة، هو في الجاهلية كان يسمون الصادق الأمين. ولا ترفع فيه الأصوات، والقرآن نهى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا يؤبن فيه الحرم، ما تهتك حرمات الناس في المجلس، ما دريت بنت فلان وش سويت، سويت شيلة صادوها، هي ما موجود في مجلس النبي. ولا تثنى فلتاته، يوم اللي واحد يقع فيه غلط خلاص يصححون ليه ما يكرر الغلط. مجلس يسوقه النبي صلى الله عليه وآله إلى الحق، ما في ضلال ولا في معصية. بعد قال: متعادلين، متعادلين متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون الصغير. يجيني واحد يقول: شيخ انت مل زين، قول للشباب إذا جاء رجال كبير ضعيف يقومون يخلونه يقعد على كرسي وهم يقعدوا في الوسط، ما نحتاج. المفروض المفروض هي ثقافة التدين، أن نوقر الكبير ونرحم الصغير. إذا شاب ما عنده عذر صحي وشاف رجال كبير، طبيعي من الأدب الديني أن يقوم ويعطيه المجال. ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. انتهيت من هالمقطع، بقت 4 دقائق ندخل في المقطع الأخير. المقطع الأخير، الإمام الحسين سأل والده عن تفصيل آخر، فقلت الحسين لعلي: كيف كانت سيرته في جلسائه؟ هي قاعدة عرفتنا بعض الطريقة، الآن إذا قاعد في مجلس أو مجلس غير وش طريقته؟ قال عليه السلام: كان دائم البشر. حزن المؤمن في قلبه، مو التدين يصير عبوس. جي واحد يقول له: وش فيكم برطم؟ قال: مو لا لله خلقنا، ما قلنا له، قلنا خل بشرك في وجهك، المؤمن بشره في وجه بشرك في وجه أخيك صدقة، خل الإسلام يصيغ طريقة التعامل، مو فهمك الخاطئ. كان رسول الله صلى الله عليه وآله دائما البشر، سهل الخلق لين الجانب. تتعامل يا واحد، مو في واحد يقول والله تحزب تتعامل يا ما يؤلف. النبي سهل، ليس بفظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا صخاب. شلون يعني صخاب؟ ادش على واحد: مولانا عندي سؤال. تفضل. وسؤالك؟ زلزلت الفريق، هذا الصراخ مو موجود في ساحة النبي. الرواية تقول: ليس صخابا، تكلم بهدوء، ولا صخاب ولا فحاش، لا يقول فحشا، ولا عياب ولا مداح. لا عياب قبلناها، ما يعيب، ليش ما يمدح؟ المقصود ما يمدح المدح الخطأ، الكلام النبي واحي. إذا قال فلان كذا، تالي الناس تقول النبي شهد له وهو مو صدق يجامل، لا، النبي ما يقول مدحا في غير محله. بعد يتغافل عما لا يشتهي فلا يؤس منه. لو جبت لي مثلا طبخة أنا ضيفك، لا 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 حاجة حد يأكله، لا لا ما أنا ولا مرة ضوقت، ليش تحرج الطبخة؟ يعني النبي إذا ما يشتهي شيء
قدموا لي يتغافل يسولف إياه وكذا ويتغافل، ذاك ما يقول ردني، يقعد يتوقع مني إذا شوي يأكل شيء فما يحرجه. شوف التعبير، يتغافل عما لا يشتهي فلا ييأس منه بعد، ولا يخيب ولا يخيب منه مؤمليه. اللي أمل من النبي شيء صلى الله عليه وآله النبي ما يخيبه يعطيه. بعد قد ترك نفسه من ثلاث أشياء، ثلاثة في المجلس ما يسويها. الأمر الأول المراء، الجدال. الجدال وش يعني؟ الجدال يعني إبراز عضلاتي الفكرية، ما بيك تغلبني. فإذا أنت غلقت علي الأبواب وأنا ما بي انهزم، بتقول لي هذه عنزة، أقول لك عنزة حتى لو طارت عنزة. أنت وش دراك العنزة ما تطير؟ عنزة ما تطير، لا يمكن في عنزة تطير، ما أغلب له. فالنبي المراء مو في ساحته، واحد. اثنين والإكثار، يجيش واحد المجلس لبي يسكت عاد ساعة كاملة ما سكت، مكثر. النبي مو هكذا. بعد وما لا يعني، ساعات مو مكثر لكن إذا تكلم دخل في أمور ما تعني. النبي ما يدخل في شيء ما يعني. هذه ثلاث تركها. وترك الناس من ثلاث، في جانب الناس ما يمارس ثلاث سلوكيات مي صحيحة. واحد، كان لا يذم أحدا ولا يعيره، ما يعيره. يجي واحد يقول آه أنت لذيك المرة إيه تبعد تو إيش سويت ذيك المرة، يعيره؟ لا ما يعيره. وطبعا حتى الطعام ما يدم طعام، إحنا وش فيه وين الحواسش مالح ماصر كذا، هاي ما عند النبي قاموس. أكل عجب، أكل ما أكل ما عجب سكت. ولا يطلب عثراته ولا عورته، ما يطلب عورة أحد. واحد يقول أنا بأصلحها بشو بفتش بتجسس عليه، منو قال لك يجوز تتجسس حتى تصلح لآخر؟ تصلح ما ظهر مو تروح تتجسس. بعد ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، بس إلا في ثواب يتكلم، ما في ثواب يسكت. أنزل إذا تكلم، وش مجلس النبي؟ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير. الكورة فيها الأول دواليب، لا يسمونها فزاعة، عندكم فزاعة؟ دوادينا فزاعة، سوي مثل الساعة فوت تلبسها فوق هوا يحركها، الطير ما يجي يأكل الثمرة يخاف. لكن لو ما في هواء ما تتحرك، الطير يحل فوقها وما يخاف، ما في شيء يتحرك. فالنبي صلى الله عليه وآله إذا يتكلم صحابته يقعدون ساكتين ما يتحركون يستمعون. انزين هذا إذا هو يتكلم خلص كلامه، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، هذا من يتكلم وهذا من يتكلم، لا واحد يتكلم. فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ. كحين دور واحد مو كلهم يا بعض، ساعات تشوف مثقفي الأمة يجيبونهم في برنامج رأي ورأي آخر، ما تخلص برنامج راسك دار من الصراخ، فينهم يتكلمون في نفس الوقت. ما عندنا هاي مثقفين الأمة، ها مثقفين هذين. النبي مجلسه لا كل واحد يتكلم باقي ساكتين. تالي يقول جاوزت جاوز دقيقتين، يضحك مما يضحكون. تخيل روحك جايب نكتة ولا جايب هاي يضحك، انت تكمل خلصت هاي نكتة فينحرج إذا ما تضحك يا صح ولا. فالنبي يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون. زين ساعة واحد سامع القصة 10 مرات بعد يتعجب؟ إيه يتعجب إذا يبي يجامل الآخر. شوف الشاعر وش يقول، الشاعر يقول ملي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا صبوت إلى المدام بسكر، شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه. اسمع البيت الأخير، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به. سامع 10 مرات لكن عجيب صار كذي، كأنه أول مرة يسمع.
هذا النبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول يتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم إذا شافوا غريب يجيبون مجلس النبي، ويقول إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه. الأخير إذا واحد يتكلم النبي قاطع له لا، احنا ما علينا زاغر، نقول له بس وصلت الفكرة، صبر تونا نقول ويل للمصلين وصلت الفكرة، في استثناء الذين في توصيف الذين ما وصلت الفكرة، نستعجل ما لنا زاغر خلق ماكو. الرواية تقول كان صلى الله عليه وآله لا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز يخلص فيقطعه بنهي أو قيام. بعض النسخ قالت حتى يجور، يعني يدخل في معصية بعد ما يسمح النبي للمعصية يقطع عن المعصية بقطع بنهي أو قيام، وفي بعض النسخ يجوز يعني خلص القصة قبل لا يدخل في قصة ثانية، النبي يريد يمشي يقوم مو حاسة يدخل، إن دخل النبي بيقعد لين يخلص. هذا شيء من أخلاق النبي فقط في مجلسه، تخيلوا أن نقرأ سيرته في كل شيء سنتغير حتما، وفقنا الله لذلك. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل الشكر والتقدير لسماحة الشيخ هاني البنا على كلمته الهادفة، متمنين له كل التوفيق والسداد.